عماد فرصه وانت معانا. يمكن طبعا كل الساده المشاهدين بيتابعوا معانا كواليس حصريه للمران الختامي لفريق النادي الاهلي، كان منذ دقائق قليله جدا وده اخر تدريب للفريق قبل مباراه بكره. لكن عايز اسالك سؤال ومش هطول عليك اكتر من كده، فريق سيراميكا كليوباترا وفريق بيراميدز كان ما بينهم صفقات تبادليه، يعني بيراميدز خد لاعب مهم جدا من سيراميكا كايجولا، وبيراميدز يمكن ادى لعيبه لسيراميكا نتيجه هذه الصفقه في التبادل اللي تم، والاهلي جاب صفقات والزمالك عمل صفقات في اطار معين. هل الصفقات دي ممكن يكون لها تاثير على شكل المنافسه في بطوله السوبر ولا لا؟ اكيد طبعا اكيد، يعني شكل اولا هنتكلم على سيراميكا اللي هينافس النادي الاهلي في المباراه الاولى. يعني اولا سيراميكا قبل ما يتعاقد مع لعيبه فهو استغنى عن لعيبه برضه مميزه جدا، ياسر ريان ومحمد ابراهيم وصديق اوجولا وزلاكا، لكن في نفس الوقت عمل برضه الصفقه التبادليه دي بدخول ثلاث او اربع لعيبه مهمين جدا بالنسبه له، لقاي فخر لقاي مع اسلام عيسى من نادي بيراميدز، مع طبعا وجود الجهاز الفني كابتن ايمن رمادي في القياده الفنيه، فهو ادرى دلوقتي بالدوري وباللعيبه ويقدر يعمل الانسجام ده من بدري. لكن انا قلت لك الحاجه الوحيده السلبيه في سيراميكا وهيعاني منها شويه الجهاز اللي هي الجاهزيه للمباراه، لان انت اول ما تبتدي باعلى ليفل في الحياه وتبتدي بالنادي الاهلي دي بالنسبه له صعبه. لكن الاضافات في النادي الاهلي، النادي الاهلي اشتغل على جزء من النواقص اللي عنده لكن لسه محتاج لدعم. النادي الاهلي لما استغنى احتراف منعم اتعوض باثنين لعيبه، يوسف ايمن واشرف داري، وبشوف ان ممكن اشرف كلعيب جاي من الدوري الفرنسي كلعيب في منتخب المغرب عنده خبرات يقدر يكون اضافه بدايه المباراه، هي اخرته شويه الاصابه لكن هيكون اضافه قويه مع ياسر ومع رامي ربيعه طبعا ومع مجموعه المدافعين اللي موجودين. بعد اصابه علي معلول الحمد لله النهارده علي يبدا يتعافى ويرجع لمره ثانيه، وموضوع الجنسيه ده انت ادرى مني بالموضوع، الموضوع ده تم فعلا بناء على اللي انا يعني حاليا في الفتره حاليا الأخيرة. لا خلاص بتكلم على لكن برضه انت عوضت بوجود يحيى عطيه الله من اللعيبه الكبيره، اللعيبه اللي عندها برضه خبرات بغض النظر البدايه، لكن هو مش لعيب صغير بيقدر مع وجود رضا سليم مع وجود اشرف داري، يعني انت ما عندكش مشكله في التعامل وعندك اثنين عندهم الخبرات، وخاصه رضا سليم اللي هو المفروض موجود قبل منكم في الدوري ويعرف النادي الاهلي كويس ويعرف ازاي تتعامل مع الجمهور وازاي تتعامل مع الضغوط، مع الخبرات اللي موجوده عندك تقدر ان شاء الله تكون اضافه قويه، خاصه ان انت جاي مكان واحد من افضل الباكات اللي موجودين مع جيلبرتو مع كل الناس، مع كابتن ربيع عزيز مع محمد عماره مع كل الناس، مش عايز انسى حد اللي لعب في المكان ده مع كابتن محمد يوسف. ففي اسماء كبيره ليحيى انت تبقى عارف ان انت شايل يعني المكان ده، مش الاماكن مش هقول الاماكن الصعبه لكن الاماكن اللي دايما الحمد لله بيجي لنا فيها لعيبه مميزه ولاعيبه دوليه كبيره سواء من عندنا مصريين او محترفين. تمام، فاتمنى له ان شاء الله التوفيق في الفتره اللي جايه، كان كنا محتاجين اكيد زي ما بنسمع دايما مهاجم مع وسام، خاصه السنه دي ضغط المباريات وضغط البطولات على النادي الاهلي كتير وعدد المباريات السنه دي هيكون اكتر، يمكن اللي اتعمل النهارده في القرعه بتاعت الدوري والنظام اللي اتعمل فيه الدوري هيخفف شويه عدد المباريات، واشوف ان ده ان شاء الله يكون في مصلحه كل الانديه ومصلحه النادي الاهلي باذن الله.